الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد أيها الإخوة والأخوات طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين وحي ركت المامينا ما دام بشي بركي سنيد رمضان كيد أنا جيني إنه بريتو أما بريد بين بلابطو أحكام كوابا أو كتابسا وعانا جعل الله إن شاء الله تعالى نقول ميديا أنت استعمالنا أنت أمة الصومالية ما شاء الله إن أسوق بنو ذاتك وحوي كلمة ذاتك وكوبن ورمضان كأي أحكام تيسو حوي كل سابسا ما دام بيشان أي تهي بالآد يآد إلهي أكتي سوق وين بالأحوي يهن إلهي تبارك وتعالى فضل آد وين ودقي روح مسلم كسوق وفائد استو طريقة ذا أقوى ناكسا على علم هاي لدين تينو ودين علمي كسليسا روح وحا أسمين أيو إنه علم أوليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نبي محمد حليقول وحاتر هذا علمك أيان وحاوي أنا وحن بارسنهي علمي بأن أمدن أكياني وحا طلابة أقاضي طلابة علمي كسليسان أيها النبي محمد تاسون إنه قتقي دحل كاسون إنه قتقي سادرت روح شقض أقبان أيه إنه علمي أوليه ما دام العبادة سنيسو وين أرنت سيدا أضول هذا هاي علمي نأضول هاي سادرت وحن لين هاي مركة محوية هاي صومكو محوية هاي. وحيابها اللي قبها هي روح مسلم كان محويه كو شيء كاستقوا قبنا يسوع وحوليه الشروط وحوليه أركان وحوليه مبطلات ومعنى هذا ويا الشروط شيء أنت أذن قلين كهر وحيابها اللي قبها هي هوي روحها هرت الصوم اللي قبها هي أنت أذن وحوي الصوم كبل قارين روح الصوم كلا جربه وكما وسؤال أنا بعنا هناك جوابنا سؤال شل بعض وحوي أركان وكنت أغني الصوم كو محيين وهدي اللي وياه روح الصوم كيس ونحب كتيرين سؤالش استحاد وحوي يهن محيط هاي مفسدات كأما مبطلات كالصوم كوحة روحة كبرية سواء مركي ورا الصومنا وحيابها دي ولي ما دو صوم كيسي وكبرية محيط هاي وحين كوزو قبقبين إنا حكمة الصوم ككترتا إن الصومه محيط هاي وإلهي سبحانه إلهي باقرانا يه لكن وحا إنو كفهم كرو نصوص القرآن كمركان فيرنو أحاديث رسول كمركان فيرنو محيط هاي مركة أول رئيسة مركة صوم حالي لهذا صوم حالي لهذا بيدين علمادو الامساك روحو إنه حاوي يهن وأفك قبصده. هذي أذن هذا الكحت هذا جوج صوت هذا أنا ما أنت ما هذا هيو لغة عربية وحالي هذا صوم أما وحالي هذا إمساك. روح هسي أنا وأفك قبصده يا ليه هذا. لكن حق الشرع جم حيته هاي الإمساك عن المفترات روحو إنه وحيابها الوأفره وسكرافه. سي صوم كيسو وحاوي أو نبطله. من حق قرما لقب اللابه لقب اللابه وحاوي يهن من طلوع الفجر الثاني. أما الفجر الصادق فجر كوحاوي لبن نوعوي فجر كاذب اللي يراه ذو يمت صادق اللي يراه ومعنى ذو يهي فجر كهوراء وأذان كهوراء ما أهكي صوم كوحاوي روحة كورستاغي ما منتظر يوحاوي ساقا مارت وحاوي فرنتاي من نوع كسراء دو مركا يدلاع ذو كاس لغا صوب اللابو إلى غروب الشمس إن اسك إلى عليسو وحيابها لغو أفريو وإنو قدال وحاوي أينو كارك دونو كاس أيا وحالي لذا وحاوي صوم هذا شروط الروح صائمك اللوجة بهاي محيطها شرط الكوباد اللوجة بهاي وحوي روح أرتين مسلم يهي روح السومية ومسلم ومعنى هذا محيطها روح قال حد أورن ميسد صوم أورن ميسد لكن محاضرنا يسا أسلم هرت إسلام بعد التوحيد كهرت قبسة توحيد قال لنكور رأيه سأدرت وح شرط الكوباد يهي إنه روح مارت ومسلم يهي شرط قال بعد وحوي يهن روح إنه يهي روح عقل العقل والروح مجنونة صون مورن ميسد رفع القلم عن ثلاث صدح جروب قالين كلا قريب وحول قريب ما هيو مع كم ذا عن المجنون روح المجنون كم كم ذا روحي والله كم ذا حتى يفيق إلى مير كيسي وحوي وصل نقض صرت يا صدح وحوي التمييز المهي يركعها إنه عقل كيسي مارته وجاره حد التمييز وحكر سوء كره صومك وجران كره عبادة وحي تاي ومرك الأمر يو المهي يركع وحوي الصلاة دي يصوم كي يو واجبكم أها لكن حد التمييز إنه وحوي وجاره تضوا سنة مركو جارو إن الأمر هيو طبعاً سنة مركو جارو إن لو سيف كلين هيو أو حجام مارته وحويها سي أو لا سي قبصده حد هذا تميز كلي هذا إنه جار معنا أفر إن هو حويها صحة روح إنه عافية ما تقبل روح صوم كلا قبل شروطه وحكم ذا تينو عافية ما روح ضوح حن السنة مثلاً أو سن سوم كرين صوم كي واجب كماء إنه صوم وأفر يا وحيابي كلا مركا لوجا بهين ينارك دانو جدال إنه كارك دانو أيوب حنا يا لكن سو تدكي مركا وحوي إن لجربي مسوق له هيو الإقامة روحي إنه وحوي وتشوجم قال ديسي روحي مسافر كا وكلا وكذا ركتي وبنان تاي إنه سكافر ونسومي كرا
sidaan arki doono laakiin way u banaan tahay waxyaabahaas waa shuruudaha maaratay waxa weeye looga baahan yahay maxay tahay yaani waxa weeyahan mubtilaadka soomka waad soomtay soomkii baad maaratay waxa weeye ama inta aan mubtilaadka gaarin maxay tahay arkaanta ka yare aan ka soo hormarinay arkaanta soomka muxuu yahay soomku wuxuu leeyahay laba rukni ama culimada qaarkood say dhahayaan saddex rukni labaas oo ugu muhiimsan inta badan culimadu isla ogol yihiin labadaas maxay yihiin anniya marka aad soomayso waa inaad niyiisato waliba inta aan salaadu dilacin ka hor inaad niyiisato waa oo niyadaasi waxa weeyahan aad ku barido adoo niyiisan aroortii salaada subax oo dilacday oo salaadii subax aad tukatay soom baan niyiisanaya waajib laga yeeli maayo maalinka asaga ah waa inaad dib u soo qadayso sidaa darteed waa in inta waxa weeye salaada subax inaad dilacin ka hor waa inaad qalbiga geliso inaad bari soomayso taas tan niyada lagu sheegay niyaduna waa qalbiga meeshay ka soo fusho maxallu hal qalb halka qalbiga ah inaad ku qabsato inaad bari waxa weeye inaad soomayso muhiimadu waxa weeye taas weeyaan rukniga labaad waa asagana muhiimka ah al imsaaku anil muftiraat tiyaad aan sheegaynay in aadan waxba cunin min laga soo bilaabo duluucil fajr ilaa goorma ilaa quruub shams intaa inaad waxba cunin shardi saddexaad baa jira oo culimada qaarkood ku daraan sida culimada shaaficiyad oo kale asaa'im ruuxii soomaya in la helo macnaha oo si soomka noocaas niyadaasi ay u suurto gasho yacni ruuxii intaas aan waxba cunaynin si loo helo ruuxii waa in la helo ayay yidhaahdeen culimada ku dareen qaarkoodna waxay dhaheen labadaas baa muhiima hasna waxa weeye arkaanta lagaa rabo weye mubdilaadka soomku marka muxuu yahay mubdilaadka soomku waa ay badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan oo culimada badankood ama madaahibta badankood ay isku waafaqsan yihiin aan soo qaadanno kow waxyaabaha soomkaaga burin kara soomkaaga waxyaabaha burin kara kow waxaa ah al-aklu washurb inaad wax cunto ama aada wax cabto kas waxaa dhici karta ruuxu inuu halmaamo taasi kuma jirto soomkaaga waxay u dhimaysa ma jiro haddaad is ilowdo oo adiga oo ishalmaansan adoo wax cabaya ama adoo wax cunaya is aragto waxa weeye wax soomkaaga u dhimaysa ma jiro soomkaagu waa saxiix waad sii wadanaysaa mar alla markaad xusataad iska joojinaysaa haddaadan xusuusanno intaad ka dharagto mar dambe unaad ogaataana wax mushkilada waxa weye malah laakiin alaklu washurbu goortay jibinayan waa goorma ama wixii macnahooda qaadan kara wax la cuna iyo wax la cabiyo wixii la midka macnaha sida faleebooyinka waxa weeye dadka muqdiyada la yidhaahdo ruuxa maaragtay qadadii iyo booskoodii u galahaya oo dadka maaragtay waxa weye lagu rakibayo kuwaa laftooda waxa weye burinhayaan maxaa yeelay booskii qadada iyo waxay galayaan maxaan ku dhahay quraacda ayay ruuxa waxa weye u galayaan jirkiisiba nafaqo waxa weye ay siinayaan adu waa cuntada iyo cabitaanka iyo wixii booskooda galaya nuucu dooniba waxa weye ha ahaado kaasi waa qodobka koowaad wey qodobka labaad oo kaa burinaya soomkaaga waa alqay alqaygu muxuu yahay waa inuu ruuxu iscunqaaciyo inaad u kas iscunqaaciso hunqaacadu labay noqon kartaa in ay ku soo dhaafto adiga oon maaragtay waxa weeyahan wax sababa aan ku lahayn iyo in aad adigu sababtii aad ku hunqaaci lahayd aad ka shaqayso ama meelo maaragtay lagu hunqaaco aad fiirfiiriso ood u kasuu fiirfiiriso ama aad maaragtay afka gacanta geliso adigu inaad koosgarayso inaad hunqaacdo haddaad adigu koosgarayso inaad hunqaacdo say dooniba ha ku timaadee waxa weeye soomkaagu wuu buraya haddii laakiin aadan shuqul ku lahayn oo wax awooddaada ka baxsanaya noqoto shuqul waxa weeye kuma lihido soomkaagii waa nadiif kaamana burayo maxaa yeelay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacaha ilaahay ruuxa wax uusan awoodin tabaaraka wa tacaala ooma qabsanayo qodobka saddexaad aljimaac waa kulanka ama galmada dhex marta ragga iyo dumarka isqaba haddayna isqabina dee kabasi daranba hadday isqabaan oy xalaal isu ahaayeen lama ogola inta aad sooman tihiin inaa waxa su-aalo badan mararka qaarkood waxay weydiiyaan dhallinyaradu rag yidhi waxa weeye annagoo sooman baanu reerkanaga iska arki jiray ee maxaana laga rabaa waxaan moodeynaa inay cuntada iyo waxa un ayadaaba ugu weynba dembiyada ugu waaweyn weeyahan oo ruuxa waxyaaba fara badan baa ka ratimo maalinkii inuu soo celiyo inuu maaragtay waxa weeye qoor xoreeyo ama maaragtay haddii kale uu lixdan maalmood uu soomo yacni axkaam kale oo fara badan oon arki doono mustaqbalka oo ina hadda halkan ku faahfaahinaynin ayaa maaragtay ka ratiminta sidaa darteed hadduu ruuxu jimaac uu sameeyo uu kas uu u sameeyo isagoo maaragtay waxa weeye lagu maaragtay waxa weeye aan lagu qasbin oo maaragtay khiyaarkiisa uu u sameeyo waxa weeye soomkiisii waa uu maaragtay waxa weeye uu buraya waxaa ka mid ah waxyaabaha mubdilaadka ah oo soomka maaragtay waxa weye burinaya alxaydu wannifaas gabadhii iyadoo sooman inuu dhiiggii caadada uu ku dhaco ama seennahow inay dhasho hadday arrimahaas ay yimaadaan soomkii maalinkaas uu burayaa halkaas ayuu ku burayaa maalinkaana dib inay usoo celiso oo dib usoo qalaysa ayay noqonaysaa waxaa iyadana waxa weeye ka mid ah oo qodobka maaragtay waxa weeye shanaad ah ama qodobka shanaad ah al-inzaal
الإنزال الإنزال كم حاوي يهن ووح السيجيسي صمار ذي دادان أما مرتين إنه روحه جعمه يسأوس كجك أنا وحاوي يهن شهودة هذا يارين كاسر عضه رجع دمر ميت كدوني بها هذا صم كاجي وحاوي وبرية ما إن كان وحاوي وأنا تسوع لسه أي نقنيسة وحكم ذا قلب كا وحاوي تضباط نقن كرا إن يعني وحاوي يهن جنون روحي وعشو سوى مرت وحاوي صمنا صم كيسي وبرية أما إغماء كله عم يردول روحي مرت وحاوي ميردول مو أما مرت وحاوي وقت دار وما أنت أورن مرت وحاوي يهن غرقين يا سمعنا جزء يرى كم ذا ديت عادين علماء واحد بملا لكن ما لنكرن هدي روحي وكل عمارة وحوي دور صومة وروحه يهب وسنوين وأدون يعني روح وعشاء وكان عمل النقضة وخد كم وكم قين أدون كم وكم قين هاي صوم كيس وحوي وبريا بلي وح كم ذا قلب كمارة وحوي أوضا بيا الردة عيادا بالله روحي إنه ردوبه سواء مسلم ها أو مات تصومنا هدو دينت إسلامك وكبحه أما أري دينت وكبحه وكل واقه روح عصنا السجن وحويهن وبره يا سوم كيسو حبها هو وين وهم مهمسن كواس أي كم ذا أمو دلات كسوم كا وحوي ليراد سأدرت يا دولا ليال حكمة ذا وحوي كتير تصوم كمركم حيته تود ما يسون كسوق بجوينينه حكمة ذا صوم كإله بأوك سبحانه وتعالى لكن قرآن كمرك الله فيريو والله آخره وحلاج فهم يا إن أي تهاي إن إله سبحانه وتعالى وكود ويو محيا القرآن كحوت المامي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقوى وي إن الله سبحانه وتعالى أكوز ياديو تقوى إن أكوز ياديو ولذلك تقوى وحي علماء وحاوي يكون معنيين الخوف من الجليل إن الله سبحانه وتعالى أتعبسته والعمل بالتنزيل إن القرآن كإيه سنة رسولك كعمل فشو والرضا بالقليل إلهي وحكسيي إن أطلالك نقطه وحي دوني هاس الدنيا هات قروحها هات أولادها هات وح الله وحي إلهي وكسيي إن أطلالك نقطه والاستعداد ليوم الرحيل إيه مالك وحاوي يهن إلهي تبارك وتعالى حقي سلور رنايو إن أدير قرودو مارك أجدد أويني حق مد أويني وصونك حمبارسين يهي وحاوي إلهي تبارك وتعالى إن أدو لواتو إن أد كفوجات وحياها معاصدة إن أد مارت وحويهن إسكيل على سوا كسون إله رالك هين وما أتاكم الرسول فأخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا إن أد ماشي إله استاق وكير أد استاقته ماشي إله كذقة كير أد كذا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه تاسوا حوي حدود إله سبحانه وتعالى ودي حدود إله طلابنا روحي طلابنا نفتي سأي ظلمي من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها هذا وانا قلت ما ضو نفتي هذا ما ضلتي haddii xumaalo timaadana nafta aad u baad waxa weeye oola timid marka mar walba inaad waxa weeye ogaato wanaaga iyo khayrka inuu adiga ku anfacayo dhibaatooyada aad sameeyneysana adiga inuu gadaal waxa weeye uu kugu soo noqonayo sida darteed xikmadda soomka iyo ujeedadiisuba waxa weeye inuu ruuxu ka faaido taskiyatu nufus naftaada inaad ku saafi garayso waana qasadkii u weynaa oo diinteena loo soo diray way ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حيابي أوا وين النبي محمد الله صدره وحي أهيد ضد كإنه دين تبره قرآن كبره سنة ضبره إنه حاوي حمانت إيا قشنك وكطهره قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها روحي وحاوي نفتي سطهره وحمان كطهره وأقول استي روحي نفتي سو حاويها معاصي بلاي قلينا وهلاك سمي سأدرت النفط هذا تزكية النفوس صوم كمرك وحيابها النفط الوتسكي يكمل ذي ولذلك دلني رضا إيو ضدك يعني شهواتك آدك أطيع وحيابها شهواتك من معانك وكل دوان نبي وكيلها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فليتزوج مركو أنت أو شيء ورنيك أو ذو جورسه محيا لضدك أنت بدن في تنط إيو وحيابها مارتي وحاوي وحاكي أنا جور الأنت إنه روح مارتي ميلا أن الله بهنا ينقل جلو وحيابها فرب بدر ومعاسيا وسمه هكذا مركو أنت أشياء وحوي نيك أو ذو كرواية أو جور كاسي وسرب وهي هالصومه فيري صومك يعني وحاوي وحيابها الروحة كل سمية زجري وحمانتك كور استاجة أيو كم ديه صوم كمرك النبي قل تلوين كوبحي أي كم ده دتك مارته وحاوي إن الصومان وأنا حكم ذها وين أو كتير علماء مارته وحاوي تلمامين سأدرت ولا ليال أنا نفتي إذا نفتي نبقى ندر دار مايا إن إنه بشن بركة يسمو حاوي كفى إذا يسنو حلقات كان وينوس السعون دونان مالين كستبه وحاوي ويجي الأركبة مالين كستيانا لين ويجي الأركبة ويجلي أي إنه نقدن تا وحينوسو قدبين دونا تيفيق أنه وحاوي يهن أما ورباهين تينا حانتي أي نوسو قدبين دونا ولا الله إلهي درتي مارة وحاوي إروان المجتمع هذا إنه أغسو قدبيان تدكنا وحلو بها إياي إنه كفا إليستان لنا السعودان إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.